مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر، نحييكم من مدينة اسطنبول التركية. منذ أحداث 7 من أكتوبر والأوضاع في منطقتنا تتغير على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني، وتركيا ليست بعيدة عن هذه التغيرات. فالأوضاع فيها فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للحرب على قطاع غزة وكذلك انضمامها إلى دعوة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل غيرت كثيرا من الأوضاع هنا في تركيا. في هذه الدقائق مشاهدينا الكرام يسعدنا أن نستضيف وزير العدل التركي السيد يلماز تونج. معالي الوزير، أهلا بك مع الجزيرة مباشر. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا بكم في اسطنبول أيضا، وأتمنى لكم بثا موفقا وأحيي كل المشاهدين الذين يشاهدون عبر شاشتكم. معالي الوزير، لو بدأنا بالحديث عن دعوة الإبادة الجماعية التي قررتم الانضمام إليها واتهام إسرائيل بصورة رسمية أنها تمارس هذه الإبادة، ما هي النقطة المفصلية التي قررتم بعدها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة؟ نعم، بطبيعة الحال اليوم هناك وثائقيات تقوم بها الجزيرة 360 وتقدم وثائقية عن مشفى الشفاء، ونحن عانينا صعوبات كثيرة وتأثرنا كثيرا بهذه المشاهد التي شاهدناها، هي كانت عبارة عن لقطات حقيقية واقعية، وشاهدنا الناس كيف كانوا يعيشون الصعوبات، وفي هذه الوثائقيات شاهدنا ذلك بأم أعيننا، وهي عبارة عن وثائقي أصبح في صفحات التاريخ وأصبح شيئا مهما جدا، وكل الأدلة واضحة في هذا الوثائقي. لذلك فأنا أبارك الجزيرة 360 على هذا العمل البناء الرائع الذي قاموا به، وهي عبارة عن ملحمة طبعا وسيوضع في تاريخ الإنسانية بأن هناك، ونشكر الجزيرة على هذا العمل الكبير الذي قام به. وأيضا الجزيرة دائما تقوم ب إظهار الحقائق في كافة مناطق العالم، وأيضا هناك مؤسسات كثيرة مثل مؤسسات TRT وTRT World ووكالة الأناضول تقوم بجمع الأدلة عن المجازر التي يتم ارتكابها والإبادات الجماعية التي يتم ارتكابها هناك، ويتم جمع الحقائق ويتم شرحها وسردها وتصويرها، وهم يقومون بوظائف كبيرة جدا هناك. ووكالة الأناضول أيضا واحد من أحد الأشخاص العاملين هناك استشهد هناك، وهناك الكثير من الصحفيين الذين استشهدوا من مناطق كثيرة من العالم هناك في قطاع غزة، وهناك العالم الذي يقول أنه يدافع عن حقوق الصحفيين لم نسمع أصواتهم، فنشاهد أن هناك ازدواجية المعايير في العالم. فطبعا جنوب أفريقيا بدأت بهذه القضية، قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وطبعا وقالت بأن إسرائيل انتهكت الحقوق الإنسانية وارتكبت المجازر والإبادات الجماعية في فلسطين، فقامت برفع قضية. ونحن طبعا وزارة الخارجية التركية أيضا قمنا بجمع الأدلة وقدمناها لمحكمة العدل الدولية أيضا، وأيضا السيد الرئيس الجمهورية أيضا، وقال أن تركيا سوف تنضم لهذه المحكمة أيضا. ونحن أيضا كوزارة الخارجية ووزارة العدل قمنا بعمل بشكل مكثف حول هذا الموضوع، وشاهدنا وتناولنا المواضيع التي تتناولها العناصر الأساسية بمحكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية وما هي الانتهاكات التي حصلت، وجمعنا ملفات وجمعنا الحقائق وقدمناها لمحكمة العدل الدولية. وأيضا وهناك بعض القرارات الاحترازية أيضا، فكمحكمة الجنايات الدولية فهناك اتفاقية الإبادة الجماعية، وقلنا أن هذه تم انتهاكها وأن هذه عبارة عن إبادة جماعية، ويتوجب أن يكون هناك التدابير يتم اتخاذها، ويجب أن يكون هناك طبعا قرارات احترازية لأجل حماية حقوق الإنسان هناك ولأجل إيصال المساعدات هناك أيضا. فطبعا فيجب على محكمة الجنايات الدولية وأيضا محكمة العدل الدولية تقوم بالقيام بهذه القرارات وإيصال هذه المساعدات. لا لبس في أنه إسرائيل ترتكب مجازر جماعية في قطاع غزة، لأنه تعلمون أنه إسرائيل تدافع عن نفسها وتقول نحن لا نقتل بهذا الشكل على المشاعر كما تتهمونها في دعواكم.
نعم. إسرائيل متى كلما أنكرت فلتنكر، فالعالم كله يشاهد ذلك بأم عيونه تماما، ويشاهد العالم المجازر هذه سواء كان في أمريكا وسواء كان في دول الغرب وحتى في الجامعات في أمريكا وفي الغرب. هناك الكل يتظاهرون ضد هذه المجازر التي ترتكب ضد الأطفال وضد السيدات والنساء، وكيف يتم قتلهم بدم بارد. فالعالم كله يشاهد ويشاهد الحقائق بشكل كبير جدا. فمهما قالت إسرائيل أنها لا ترتكب هذه المجازر، فأربعين ألف فلسطيني استشهدوا وقتلوا هناك في خلال فترة زمنية قصيرة جدا، تم قتلهم من قبل إسرائيل، وثمانين بالمئة من هؤلاء الذين استشهدوا هم من السيدات ومن الأطفال. نعم، فهؤلاء في خلال فترة زمنية قصيرة من الزمن تم قتل هؤلاء، فلا يمكن أن نقول أنها ليست مجازر وليست إبادة جماعية. فهم جعلوا وانتهكوا كل الأعراف الدولية والقوانين الدولية وحتى قانون جنيف أيضا لحقوق الإنسان، وأيضا كل قرارات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية أيضا، كل هذه القرارات تم نسفها بعرض الحائط. فهل هذه كافية؟ هذا القرار كافي؟ أعتقد أنه ليس كافي، فيجب أن يكون هناك قرارات ويجب تثبيتها وإعطاء نتائج وإظهار النتائج. وتركيا سوف تتابع هذا الإجراءات بشكل كبير جدا وكثف، ومحكمة الجنايات الدولية أيضا هناك. فنتنياهو وأيضا الذي ارتكب المجازر هذه معه وغيره، فيتوجب عليهم أن يتم فتح تحقيق بحقهم في محكمة الجنايات الدولية. وهذه طبعا التحقيقات هذا ممكن تحول إلى قضية. هل هذا ممكن أن نرى نتنياهو يحاكم داخل المحكمة وأن يحكم عليه؟ محكمة الجنايات الدولية رئيس أو المدعي العام في هذه المحكمة، فهو طرف في قانون روما، وهناك منظومة كما تعرفون. فطبعا هو قام برفع طبعا دعوة وهناك تثبيت، وقرر بأن هناك إثبات على أن هناك انتهاك قام نتنياهو ومن معه بارتكاب هذه المجازر، وبالتالي يجب أن يكون قبول من قبل الإدارة الأساسية لمحكمة الجنايات الدولية. وفي حال إذا صدر وطلب وتم الطلب طبعا بخصوص إلقاء القبض عليه، ولكن مع ذلك شاهدنا أنه ذهب إلى الكونغرس الأمريكي والكل قاموا بالتصفيق له بشكل حار جدا، وهذا طبعا وسمة عار على الكونغرس هذا. وطبعا وهناك بعض طبعا ممثلين في الكونغرس لم يقبلوا بذلك، ولكن هناك الكثير منهم صفقوا لهؤلاء وأصبحوا مشاركين في هذه الجرائم التي ارتكبت. فمنظومة دولية لأجل أن توقف هذه المجازر والإبادة الجماعية لم تكن كافية. فسيد رئيس رجب طيب أردوغان قال أن العالم أكبر من خمسة دول، وهو كان يقصد ذلك بأن العالم أكبر من خمسة دول ويجب أن يكون العالم أكثر عدلا. وطبعا وحتى تحدث في منصات الأمم المتحدة دائما يتحدث عن هذا الأمر بأنه يجب أن يكون هناك إيقاف لإطلاق النار، ويجب أن يكون هناك هدنة مباشرة، وأن هذه المنظومة منظومة خاطئة. وطبعا وعندما يكون هناك طبعا تفاوض في الأمم المتحدة من أجل إيقاف إطلاق النار، فهناك فيتو أيضا يعرض بفيتو، وأيضا وهناك الكثير من الدول التي عارضت إسرائيل وبدأت أعدادها تزداد يوما بعد يوم. فالمنظومة الدولية ومحكمة العدل الدولية ما هي الآلية التي ستقوم باتباع قرار الاحتراز التي تتخذها محكمة العدل الدولية؟ هي الأمم المتحدة، أي محكمة محكمة الأمن أو مؤسسة الأمن الدولي التي تحت طبعا الأمم المتحدة. فبالتالي فهناك بعض القرارات التي كانت سيتم اتخاذها، ولكن هناك بعض الجهات مثل أمريكا تعارضها. فأيضا السيد رئيس
الرئيس رجب طيب أردوغان كان يبذل جهودا كثيرة جدا من أجل إيقاف النار وإيقاف هذه المجازر بحق الأطفال والنساء وأيضا لأجل إيقاف هذا الظلم الذي يرتكب بحق الفلسطينيين ولأجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والنساء من هذه المجازر، وهو يعمل بشكل كبير جدا من أجل ذلك ويتواصل مع القادة من أجل ذلك ويتواصل في الالتقاء مع الكثير والتواصل مع كثير من الرؤساء، وهو دائما يعبر بأنه يقف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في حقهم العادل، وأيضا ولكن هذه القرارات التي تتخذها المحاكم غير كافية، فكيفما شاهدتم أن المجازر والإبادات الجماعية التي حصلت في البوسنة بقيت لسنوات طويلة، ولكن بعد فترة بعد انتهاء هذه المجازر بعد فترة من الزمن تم الإيتاء بهؤلاء الذين ارتكبوا هذه المجازر والإبادات الجماعية أمام المحكمة وتم محاكمتهم وتم سجنهم. إذن نحن نريد أن يتم إيقاف هذه الإبادات الجماعية قبل أن تتفاقم وقبل أن تصل إلى درجة كبيرة جدا، ولا نقول أنه لا يجب علينا أن نحاسبهم بعد هذه المجازر، وبالتالي يجب مراعاة الحقوق الدولية والقوانين الدولية وإيقاف هذه الإبادة الجماعية، ويجب أن يكون هناك حتى الآن لا يبدو أن هذه القوانين تمت مراعاتها معالي الوزير. وهل وأنا أريد أن أسألك هنا باعتبار وزير العدل، يعني هذا يضعف ثقة الجمهور وثقة الناس في المحاكم الدولية وفي القانون وفي العدالة، الناس ترى المجازر على الهواء، ترى المذابح تتكرر، ترى توصيات حتى تخرج من المحاكم الدولية ويتم ضرب عرض الحائط بها، ألا يضعف هذا التزام العامة الناس بالقانون وبالعدالة وبمفهوم إحقاق الحق؟ بطبيعة الحال الناس بدأوا يفقدون ثقتهم بمحكمة العدل الدولية، والسيد رجب طيب أردوغان قال أن العالم أكبر من 5 دول، حتى في داخل دولنا هناك بعض الانتقادات التي تعرض لها من قبل المعارضة أيضا، ولكن الآن هناك بعض القادة من الدول بدأوا يوافقون السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على كلامه هذا، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا قال أنه يجب تغيير منظومة وآلية الأمم المتحدة وإعادة هيكلتها، وحتى السيد أردوغان عبر عن ذلك وصرح عن ذلك في المنصات الدولية في الأمم المتحدة أيضا. فهناك الكثير من القادة عندما يتحدثوا عن ذلك وعندما يكون المؤسسات الدولية تتحدث عن ذلك أن هذا الأمر هذا أمل، ما زال الأمل موجودا، فيجب علينا أن نكافح من أجل ذلك، ويجب علينا أن ندافع عن العدل وإحلال العدل في العالم ونستمر في ذلك، ولا يجب علينا نكل ونمل من أجل ذلك. فبالتالي هذه الجهود سوف تستمر، والقضية الفلسطينية هي لم تكن من بدأت في 7 أكتوبر، بل هي كانت عبارة عن قضية على مدى عصر كامل، فعندما تم تأسيس الدولة اليهودية والصهيونية كيف تم تأسيسها وما هي المراحل التاريخية التي مرت بها في عام 1948 وكيف تم إنشاء دولة إسرائيل وكيف بدأت المناوشات وكيف تم الاحتلال وكيف قام المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين، وأيضا كما تعرفون السيد رجب طيب أردوغان أيضا قام بإظهار الخريطة الفلسطينية في الأمم المتحدة وكيف أنها كانت خريطة كبيرة وبعد ذلك تم قضمها شيئا فشيئا وتحولت إلى جزء صغير. نعم، ففي عام 1967 أيضا في الحرب الإسرائيلية العربية أيضا الإسرائيليون قاموا باحتلال الأراضي أيضا وقاموا باحتلال الأراضي الفلسطينية، ويجب عليهم أن يتراجعوا وينسحبوا من هذه الأراضي التي احتلوها عام 1967، وهناك قرار بذلك، ولكن مع ذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار ولم يتم مراعاة كل هذه الحقوق والقوانين، فهذه القرارات التي يتوجب احترامها، فلم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بمراعاة هذه القوانين وتطبيقها ولا إسرائيل قامت بتطبيقها. فطبعا فنحن نريد وسنكافح من أجل تأسيس دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وسنبذل كل جهودنا من أجل ذلك، فأهم شيء هو تأسيس عن هذه الحل الأساسي. معالي الوزير، أنتم قطعتم التجارة مع إسرائيل، انضممتم لهذه الدعوة،
البعض رأى في بعض هذه الخطوات أنها جاءت متأخرة وأن تركيا كان يجب عليها أن تتحرك منذ اللحظة الأولى. على الجانب الآخر هناك اشتباك مستمر بين إدارة الدولة التركية وقيادات الدولة التركية وبين قيادات إسرائيل. وزير الخارجية دائما يقوم بالتهجم على السياسات التركية وعلى الرئيس التركي. هذا التجاذب بينكم وبين إسرائيل إلى متى سيستمر برأيكم؟ سيد رجب طيب أردوغان في قضية فلسطينية هو منذ أن عمل في المجال السياسي حتى الآن هو يدافع عن القضية الفلسطينية، ولأنه كان يدافع عن القضية الفلسطينية كان دائما يتعرض للكثير من الهجمات، وحتى بعض من المعارضة أيضا في تركيا يقومون بمهاجمتهم. يقول أن يقولون أن حماس التي تدافع عن أراضيها لأنها منظمة إرهابية، فهؤلاء الناس الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد ويدافعون عن طبعا أرضهم لا يمكن أن نسميهم بأنهم إرهابيون، بل هي عبارة عن حركة مقاومة. فدائما أردوغان يدافع عن هؤلاء، وبالتالي وبدأت أمريكا أيضا تقوم بمهاجمة طبعا السياسة التركية نتيجة موقفها الصلب هذا. وأيضا في محكمة العدل الدولية هناك بعض الانتقادات التي قالوا أن تركيا تأخرت في الانضمام لمحكمة الجنايات أو محكمة العدل الدولية، فهذا شيء خاطئ. نحن من البداية كنا نقف إلى جانب جنوب جنوب أفريقيا من أجل ذلك، وأيضا كنا دائما نقوم بجمع الحقائق أيضا، ونحن كنا نقوم بجمع العناصر الأساسية من أجل ذلك، وكنا نقوم بإعداد الوثائق ونقوم بالتقديم مهاب في محكمة العدل الدولية. وبعد ذلك مشاركتنا في محكمة العدل الدولية كان عبارة عن فترة إعداد وتحضير طويلة جدا. هذه الأدلة التي جمعناها وكالة الأناضول ومؤسسة تي آر تي من خلال مصادرها وما حصلت عليها من أدلة، ومن خلال الإفادات التي أخذناها من هناك والمقاطع التصويرية الحية التي تم جمعها من هناك، فقمنا بجمع ملف شامل وكامل وقمنا بإيصالها لمحكمة العدل الدولية وشاركنا في ذلك. ونحن قمنا بتقديم تصريح أيضا لمحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. وأيضا في محكمة الجنايات الدولية أيضا نحن لسنا طرفا في نظام روم في محكمة العدل الجنايات الدولية كما تعرفون، فأيضا هناك النقابات وهناك الكثير من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات وأيضا منظمات المدنية التي قامت برفع أيضا وجمع الأدلة وقاموا ببذل جهود حثيثة جدا من أجل ذلك. فمحكمة العدل الدولية طلب انضمامنا إلى هذه المحكمة، فطبعا نحن طرف من هذا الأمر. فبالتالي على الرغم من أن هذا لأننا طبعا جزء من هذه الاتفاقية، اتفاقية الإبادة الجماعية التي انضويت تحت محكمة العدل الدولية، فنحن لدينا الحق في المشاركة واستخدمنا هذا الحق وقمنا بطبعا العمل كما يلزم، وسنقوم بكل جهودنا الحثيثة. أنا أريد أسألك معالي الوزير عن الخطوة القادمة لكم. الآن أنتم انضممتم إلى المحكمة، ستبدأون في الترافع وتقدمون أدلتكم للمحكمة، هل هناك خطوات أخرى تفكر تركيا أن تشارك فيها خلال الأيام المقبلة؟ تركيا بخصوص القوانين الدولية فسوف تقوم تركيا بمدافع عن حقوق الأخوة الفلسطينية في كل المنصات الدولية وفي كل الفعاليات الدولية. فنحن سنعمل بشكل وتيرة متسارعة جدا من أجل ذلك. فسيد هاكان فيدان وزير الخارجية يعمل بشكل مكثف من أجل ذلك ويقوم باللقاء بنظرائه من أجل ذلك، وأيضا السيد رجب طيب أردوغان أيضا
أيضا يلتقي مع القادة في المنطقة ويتواصل معهم هاتفيا. وهناك طبعا مواصلات مكوكية. وأيضا السيد الرئيس المصري السيسي سوف يكون يأتي إلى أنقرة وسيجري لقاء معه بهذا الخصوص. ومن أجل إيقاف هذه الدماء التي تسفك هناك سوف نعمل كل ما وسعنا وسوف نبذل جهودا حثيثة. لقاء الرئيس التركي مع الرئيس المصري في بداية الشهر القادم أعتقد في يوم 5 القادم سيكون على جدول الأعمال والقضية الفلسطينية. نعم 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 في هذا اللقاء أهم موضوع هناك سيكون عن القضية الفلسطينية. وسوف يلتقي السيد أردوغان مع رؤساء المنطقة وأنه يجب على كل دول المنطقة أن يتحركوا سويا طبعا من أجل ذلك. فهناك مشكلة يجب حلها ولأجل حل هذه المشكلة يجب الالتقاء مع قادة المنطقة ويجب أن ننسى الماضي ويجب أن ننقذ اليوم ويجب أن نبذل جهودا من أجل ذلك. فسيد رئيس رجب طيب أردوغان سوف يلتقي مع رؤساء المنطقة من أجل حل هذه المشكلة. كان لكم مجادلة، كان لتركيا مجادلة مع عدد من المنصات الإلكترونية خاصة إنستغرام لأنها منعت تعازي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله. كيف تنظرون أنتم كوزارة العدل لهذه القضية؟ نعم. وسائل الإعلام الاجتماعي نحن لا نؤيد إيقاف وسائل الإعلام الاجتماعي، ولكن مع الأسف بعض مؤسسات الإعلام الاجتماعية لا تراعي بعض المشاعر وبعض القوانين التي تتخذها تركيا ولا تراعي هذه القوانين ولا تقوم بتطبيقها. فهناك طبعا هناك شيء لا يمكن حظره فتقومون بحظره. فإذا كنتم تقومون بنشر أي شيء في بلادنا فيجب أن تراعوا قوانيننا. فهناك طبعا قانون العقوبات التركية، هناك بعض القوانين التي تم حظرها، وإنستغرام ما زالت تقوم بها وكان لدينا طلب من إنستغرام ولكنها لم تقوم بتطبيق ذلك وقمنا بحظرها وإيقافها في تركيا. وبخصوص إسماعيل هنية عندما كانت هناك تعازي من قبل بعض الأشخاص قامت طبعا إنستغرام بحظرها، فنحن قلنا لا يجب عليكم أن تقوموا بذلك. فإذا كانت هناك حريات للصحافة فلا يجب عليكم أن تمنعوا ذلك، وأنتم تقومون بانتهاك حريات الصحافة. وتواصلنا مع الأشخاص المسؤولين في الإنستغرام وقلنا وطبعا قمنا أخذ لازلنا في وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مع الوزير صاخبة للغاية. بالأمس على بعض المنصات أعلنوا خبر زائف عن وزير المالية التركي وأنتم نفيتم هذا وقررتم فتح تحقيق جنائي في هذا الموضوع. لكن أنا أريد أن أركز على قضية معاداة الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك بعض المقاطع التي يتبين في كثير من الأحيان أنها غير صحيحة، تستهدف الأجانب بصورة كبيرة سواء كانوا مستثمرين أو سياح أو حتى من جنسيات أخرى. هل ترصدون هذا الموضوع وكيف تتعاملون معه؟ بشكل خاص الأجانب الذين يعيشون في تركيا والضيوف الذين يعيشون في تركيا، فإذا كان هناك أي مثلا نشر بخصوص معاداة الأجانب فهذا يعتبر طبعا عبارة عن جرم، فبالتالي هناك تحقيقات سيتم إجراؤها من أجل ذلك. فكل من قام بنشر أي شيء من خلال مثلا انتهاك الحقوق واحتقار الناس فهناك بعض الناس تم إلقاء القبض عليهم نتيجة ذلك، وخصوصا الذين يقومون بنشر الكراهية في المجتمع ضد الأجانب والذين يزعجون ضيوفنا ويقومون بنشر طبعا فيديوهات عن ذلك. فنحن طبعا القضاء التركي سوف يتدخل بقوة، وأن كل من يعادي الأجانب نحن لا نريد ذلك ولا نسمح لهم بذلك هنا في تركيا. سيد يلمنستونج وزير العدل التركي نشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفنا على الجزيرة مباشر. أنا أشكركم أيضا، أتمنى لكم بثا سعيدا وحظا سعيدا. شكرا كما نشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. تغطيتنا تغطية الجزيرة مباشر متواصلة من كل مكان للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.